طيب النهارده وزارة الشباب والرياضة عملت تعيين جديد ونزلت قرار جديد، القرار ده بيقضي بتوجيه الشكر للواء حسن موسى وتعيين بدلا منه دكتور عماد البناني كمدير تنفيذي لنادي الزمالك. وقدام سيادتك وبالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة النادي، وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرار أن يتضمن تكليف السيد الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق للعمل مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي، وذلك نظرا للخبرات الواسعة التي يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شؤون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء حسن موسى. حط نفسك مكان جمهور الزمالك، حط نفسك مكان جمهور الزمالك، يبقى عندك دلوقتي بدل السؤال 2 3 4 5 6 7 1000 علامة استفهام كبيرة. هل جمهور الزمالك او الجمعيه العموميه للزمالك؟ ده سؤال استفساري، لانه من الصبح بحاول ادور على اجابه مش لاقين، كانه سر حربي والله، كانه سر حربي حقيقي. يعني تعرفين انا يعني ما اخبيش عليكم حاجه، فلا الجمعيه العموميه مثلا نزلت انتخبت فاختارت مثلا سياده اللواء حسن موسى، ولا جمهور الزمالك مثلا عملوا له استفتاء فقالوا له تختار مين مدير تنفيذي فراح مثلا اختار سياده اللواء حسن موسى، يعني ما حصلش صح كده؟ مين بقى اللي عين؟ ها؟ لا انا ولا انت، مين؟ الجهه الاداريه، مديريه الشباب والرياضه بصفتها الجهه الاداريه. هو مش من حق جمهور نادي الزمالك يفهم اللي جه ليه؟ ومشي ليه؟ ولا ده سؤال صعب ملوش اجابه؟ انا دلوقتي راجل هحط نفسي مكان الناس اللي عايزه تفهم، ما هو يا جماعه برضو المعلومه مهمه، تدفق المعلومات مهم، الناس تعرف ايه اللي رايح واللي جاي ده مهم، لانه لا دي انتخابات ولا ده استفتاء، ده تعيين. فبسال سؤال، مجرد سؤال بتساله كله الجماهير، جماهير نادي الزمالك. سياده اللواء حسن موسى جه يوم الاثنين، تم تعيينه يوم الاثنين مساء صح كده؟ وتم الاعلان يوم الاثنين مساء. انا فاكر كنا في الحلقه هنا وكان معانا كابتن رضا شحاته، اعلنا النهارده الحد مشي سياده اللواء حسن موسى. فدي جزئيه. دكتور عماد البناني هو رئيس المجلس القومي للرياضه الاسبق، واحد من الشخصيات اللي عندهم باع كبير في المساله الاداريه، لا جدال ولا شك في ذلك، ولكنه الراجل ومنذ قرار التعيين والهجمات شرسة جدا عليه على السوشيال ميديا، افتح كده السوشيال ميديا شوف تابع جمهور الزمالك، واضح ان احد اطراف اللاعبين في معسكر نادي الزمالك مش عاجبه انه يكون موجود دكتور عماد البناني، وبالتالي حصلت عملية سيرش جوه قلب الاكونت بتاع دكتور عماد البناني، طلعوا له كل حاجة من سنة قوموا اقعدوا، كل كلمة كتبها على الاهلي، كل زيارة راحها لقناة الاهلي، كل كذا كذا كذا، وبالتالي شكلت جبهة بدري جدا جدا ضد الراجل. فماذا سيكون القرار؟ هل قرار وزارة الشباب والرياضة الجهة الإدارية بأن هي تتخذ قرارا مغيرا لما اتخذته من قرار مغير للقرار الأولاني؟ ولا ستدعم وستساند؟ ولا هتسمع للناس؟ ولا إيه اللي هيحصل؟ والحقيقة أن الموقف صعب جدا جدا، وخليني أقول لك وبصراحة شديدة ومن الكواليس ومن الدهاليز، في أطراف كتير جوه نادي الزمالك، كثيرون يبحثون عن المناصب وقليلون حول نادي الزمالك حقيقي. يعني في ناس من مصلحتها تمد أجل العملية الانتخابية لأن هم معشمين نفسهم يجوا في لجنة من اللجان، ففي ناس عايزة تعمل ده، وفي طرف عايز ينتهي سريعا من هذا الأمر. شوف أنا لسه هو بنتقد الجهة الإدارية، وفي نفس الوقت عشان عندي معلومة أقدر أقول لك برضو في نفس القصة دي، ها، أنه الجهة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة عايزة تعجل بالعملية الانتخابية قدر المستطاع، وعايزة تخليها في ميعادها في شهر 10 علشان نادي الزمالك يبقى عنده مجلس إدارة منتخب يدير نادي الزمالك، ولا يدخل في فكرة لجنة في لجنة في قلب لجنة في قلب لجنة في قلب لجنة، إنما في أشخاص
ها في اشخاص بتحاول بقدر المستطاع كانت اما ان هي تيجي في لجان معينه من المديريه، من مديريه الشباب والرياضه، من الجهه الاداريه، من وزاره الشباب والرياضه، وبحثت وبذلت مجهودا كبيرا عظيما، وفي ناس عايزه الموضوع والايقاع يتسرع اللي هي الجهه الاداريه عشان يبقى فيه مجلس منتخب، وفي ناس قاعده تترقب وتنتظر بعين الشماته. فهل اللي انا بقوله ده مش معلوم لدى الناس؟ مش معلوم لدى الكل؟ فان كانت هناك رساله صادقه، يعني صادقه، نادي الزمالك محتاج ناس حقيقي بتحب الزمالك، يعني لا بتحب نفسها ولا عايزه مناصب. الزمالك بامانه يعني محتاج ناس في الوقت ده شايله قلبها، ناس شايله قلبها وداخله يعني بفدائيه شديده، لانه هو داخل معمعه. وانا الحقيقه عجبني الكابتن حازم امام، سالته تبقى موجود في نادي الزمالك، قال لك لا وقت صعب، يعني ما اجيش اخد سكسيه ان انا رئيس نادي الزمالك لكن ممكن ما اعرفش ادير. الكلام ده كان صادم بالنسبه للناس، انما الحقيقه على المستوى الشخصي انا عجبني، انا صادق ان الراجل طالع. انا ما ضحكتش عليكم، ضحكتش على نفسي. حازم امام واحد من الاسماء المطلوبه جدا جماهيريا، ولكنه الراجل ولو نزل الانتخابات هينجح، لكنه الراجل قال لك ما عنديش الادوات اللي اعرف اعمل بيها ده، فبمعنى كده بالبلدي يا فرحتي. الزمالك حقيقي محتاج الناس اللي يبقى عندها نكران ذات، الناس اللي تعرف تتضافر من اجل ان ينهض نادي الزمالك. وعلى السكه والدغري والكلام اللي انا بقوله لك ده، هو مش من المفترض انه يكون بيحصل في نادي زي نادي الزمالك، بس انت في ازمه حقيقيه. الزمالك ده مش هيقوم غير برجال اعمال يقفوا جنب النادي، يتكاتفوا، يعملوا دايره قويه صلده حقيقيه، يحصل فيها نوع من انواع نكران الذات. يا باشا ما حدش عايز حاجه من حاجه، ده اللي المفروض يحصل. وبالتالي يبقى في ناس تعرف تصرف على يكونوا انجاز التعبير كده مجموعه، المجموعه دي توزع مساله الانفاق على نادي الزمالك بحب وبفدائيه شديده وبلا اي مقابل، ان كانوا زي ما بيقولوا كان صعبان عليهم نادي الزمالك. فالمرحله ديت هي مرحله من يريد ان يكون متضافرا مع نادي الزمالك. بامانه يعني اللي واحد بيعرفه في الكواليس مش احسن حاجه. بعرف للامانه انه في ناس قليله بتسعى وبشده ان هي تعمل حاجه لنادي الزمالك وهي بره وهي بعيد. لكن الكتير للاسف بيدور لسه على حته التورته. مع انه الزمالك دلوقتي مش حته تورته. كرسي الزمالك كرسي من اللهب. اوعى تكون فاكر انك هتيجي تاخد سكسيه، مش هتاخد سكسيه. انت هتيجي نادي الزمالك هتتفحت شغل عشان النادي ده يقف على رجله. فانا بكلمك بامانه شديده، يعني اتمنى يكون ده واصل للناس. فحقيقة انا ما عرفتش، رجوعا بقى للموضوع الاول، سياده اللواء حسن موسى مشي ليه؟ ولا جمهور نادي الزمالك عارف مشي ليه؟ ولا الدكتور عماد البناني جه فجه ليه؟